التلفزيون الاقي بطولة وبتفرج كده، بس الفكرة نفسها واضح ان الاتموسفير في الشياكة كده مختلف في موضوع الفروسية. طيب انا عايز اعرف انت ليه رحت هولندا تحديدا؟ هل في دول معينة هي الافضل في الفروسية ولا ما كانتش محسوبة كده؟ انا رحت حتت كتير قبل ما اروح تستقر هولندا. في هولندا قبل ما اروح هولندا يعني رحت السويد، رحت فرنسا، رحت المانيا. رحت هولندا لان كريم الزغبي فارس مصر الاولمبي هو بيست هناك من زمان جدا، من 1995. ف هو بيست هناك من ساعتها، وهو هو كان بالنسبة هو بالنسبة هو كان بالنسبة لي ماي ايدل. ف وكان سهل ان انا اتواصل معاه. وعارف انك لما تروح هتلاقي حد يعني يساعدك انت لا رايح. مش كريم، ايه يعني مش كريم، ليه؟ كريم قوي جدا، قوي جدا في تمرينه، قوي جدا في شخصيته. لا بس فكرة ان انت لوحدك يعني مش مفيش فاميلي، فانت هتبقى عارف ان في حد تكلمه، مش شرط ان يعني هو هيبقى متساهل يعني. لو مفيش حاجة خالص هو he will be there. ايوه يعني بس هيسيبك الاول تعتمد على نفسك. بس هي 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 هيسيب الناس تروح تعمل قراراتها، تغلط، تبقى صح، مش عارف ايه، as long as ان مفيش disaster. يعني لو مفيش كوارث هو ما بيدخلش. ف ودي عامة حاجة بتبني دي حاجة شخصية يعني. كويسة جدا، وهو عشان كده انا فضلت قاعد هناك 10 سنين. اوكي. ففضلت on and off هناك 10 سنين، ولغاية دلوقتي هو يعني بنشتغل مع بعض. لغاية دلوقتي بنشتغل مع بعض.